في تمارين على الفصل الخامس، بس ما أعرف هي ليش يعني نزلتهم، يعني هل في شيء مهم ولا نفس التمارين اللي بالفصل؟ نبص عليها برضه. احنا الفصل الخامس المعادلات والمتباينات هنحاول أيوة نخلصها، يمكن في حاجات جديدة وكده نحلها برضه ايه مع بعض ان شاء الله. أوكي، لأن أول مرة تنزل تمارين وجزئين يعني، فيمكن في أشياء مهمة ما أعرف. والمعادلات والمتباينات جزء كبير جدا، فصعب يعني ايه يتلم كده في محاضرة واحدة او بتاع، فممكن اه نزلتها اوكي لكم على مرتين. خلاص. المعادلات دي عاملة زي الألغاز، يعني يقول لي مثلا كنا زي نقول إكس زائد 3 بتساوي 5، يبقى إكس بكام؟ ب2 صح؟ طيب ايوه إكس زائد 317 مثلا إيكوال نيجاتيف 215. هنا ما اقدرش احلها بمجرد النظر، فكان لازم في علاقة رياضية اكتبها. فاللي بعمل ايه بحلها ازاي النوع دوت؟ قال لي لو انت عايز الاكس ده بتوديه اللي جنب الاكس الناحية التانية بايه، بدفء بإشارة مخالفة، يعني سالب هتودي الموجب 3 دي بسالب 3، يبقى اكس بتساوي 5 ناقص 3 يعني 2. طب لو هي ناقص اصلا، اكس ناقص 2 بتساوي سالب 3 مثلا، قال هشيل السالب 2 برضه واوديها الناحية التانية خطأ بموجب جدا. 2، يبقى اكس بتساوي سالب 1. طب لو هي الاتنين اكس تساوي 4، قال لي عشان تتخلص من الاتنين دي مش هينفع اوديها الناحية التانية بموجب او سالب، اقسم على 2 هنا واقسم على 2 هنا، يبقى اكس بتساوي 2. طيب قال اللي لي فوق اللي هو اكس سالب 2 لما وديناها على الناحية الثانية بإشارة موجب، مو اه المفروض تصير 5؟ لا سالب 2 اكس موجب تساوي 5. 2 بسالب 1 اه اوكي ماشي. طيب لو هي ربع اكس زائد 3 بتساوي 5، بتخلص من مين؟ من اللي جنب الاكس اللي هو موجب او سالب الاول، اقسمهم. واشيله. لا ده الاول اشيله واديه الناحية التانية بسالب 3، تخلص منه الاول، اوكي وربع اكس هتساوي 2. هنا ربع عندي حلين، ممكن اقسم على ربع واقسم هنا على ربع ماشي، يعني اكس ايوه هتساوي 8، او ممكن مش هي 4 تحت اضرب في 4 فوق، واضرب هنا في 4 فوق، الاربعة تروح مع الاربعة يتبقى لي اكس، واتنين في 4 ب8، ممكن كده وممكن كده. تصير اكس تساوي 8. ايوه تديني نفس الحل. اوكي طيب ده بالنسبة للي هو ايه، لو هي زائد او ناقص ماشي، اوكي ولو مضروبة او مقسومة خلاص، ولو هي لو هي مثلا زائد او ناقص ومعاها ضرب او قسمة كده يعني خلاص. ايوه طيب ايه تاني في المعادلات ممكن يكون صعب؟ دي اللي هي سموها معادلة من الدرجة بعد ايه، الأولى. اه من الدرجة الاولى في مجهول واحد خلاص. اوكي فجايب لي مثلا بعض الامثلة، اكس ناقص 5 بتساوي 7، اشيل ناقص 5 دي وديها هنا بموجب نحط على 5، الجهة يبقى اكس بتساوي 7 زائد 5 12، 12. هنا 3 وهنا سالب 2، اتخلص الاول من سالب 2 بموجب 2، يبقى 3x تساوي 15. 15 يعني هذه معادلات عادية. اه اقسم على 3 هنا واقسم على 3 هنا، يبقى x بتساوي 5. هنا 9 ناقص 4x بتساوي 29، اشيل التسعة واديها الناحية التانية بسالب 9، يبقى سالب 4x زي ما هي بإشارتها بتساوي 29 ناقص 9 اللي هي 20، اقسم على سالب 4 واقسم على سالب 4، يبقى ليش اكس قسمنا على 3؟ ايوه دي 3 اكس عشان اتخلص من التلاتة اللي هي جنبها دي، بقسم على 3 لان التلاتة دي مضروبة فيها، العملية العكس هي للضرب، اقسم عشان يعني أول تلاتة شيء أحط هذه تبع سؤال 2 صح؟ اه
يا اوكي، يعني احط السالب احولها موجب اول، ايوه وبعدين لما يطلع الناتج اللي هو 15 اقسمه بعد على 3، يعني حتى ايوه افك اللي صح. هنا. اه اوكي طيب، هنا عندي اكس والطرف التاني عندي اكس، وهنا رقم ورقم، اجيب الاكس مع بعض والرقم مع بعض ازاي؟ بجيب الاكس الصغير ناحية الاكس الكبير، يعني 5 اكس دي تيجي هنا بكام؟ سالب 5 اكس، ماشي، والسالب 11 اوكي تيجي الناحية دي تروح بموجب 11، بموجب يبقى هنا 7 اكس ناقص 5 اكس ناقص 5x. بتساوي 3 زائد 11. 7 اكس ناقص 5 اكس 2 اكس، 3 زائد 11 14، خلصت. لا لسه، دي 2 اكس، الحين انا اقسم عايز صح؟ اكس واحد. نعم اقسم الحين اثنين ايوه تمام، هنا اقسم على اتنين واثنين هنا هنا. واقسم على اتنين هنا، يبقى اكس بتساوي 7. طيب هنا 3 اكس ناقص 2 بتساوي 21، بتخلص من مين الاول؟ السالب 2 اللي هي جوه القوس، ولا التلاتة اللي بره؟ اللي ما دي دام دي برا جوه القوس، اه دي جوه القوس، ما ينفعش اخدها كده من جوه القوس، يا اما اضرب وارجع اودي الناحية التانية، او اتخلص من الايه، من التلاتة اللي هي بره القوس دي الاول، اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، ده يروح مع ده، يتبقى لي اكس ناقص 2 بتساوي 1 على 3 بتساوي 7، سبعة. سالب 2 او ده الناحية التانية موجب 2، يبقى اكس بتساوي 7 زائد 2 9. تمام. أيوه طيب بعد كده باللي دي هنا في 4 تحت واتنين تحت، اتخلص من الـ4 ازاي او الاتنين دي ازاي؟ قال ممكن تعمل حركة كويسة، لو ضربت في 4 فوق ماشي، ولازم الناحية التانية اعمل زيها، لان دوت ايه، معادلة. خلاص الزوم هيقفل بعد 10 دقايق، نبقى ندخل تاني ماشي. أوكي هضرب هنا في 4 ولازم الناحية التانية يبقى زيها، أضرب في 4، ده لما أضرب في 4، 4 مع الـ4، 4 على الـ4 في الـ1، 4 على الـ4 في الـ1، يتبقى لي 5 إكس ناقص 3، ودي 4 مع الـ2، 2 على الـ2 في الـ1، 4 على الـ2 في الـ2، يعني هتبقى لي هنا 2، الـ2 دي أضربها فيهم هما الـ2، ماشي أوكي ولا مش واضحة؟ يعني أول شيء نضرب الأربعة باللي تحت. اه الـ4 تختصر مع اللي تحت ماشي. شوي ما فهمتها. هو دي عمليات التبسيط، لما يكون في البسط والمقام ينفع اقسم على نفس الرقم يستحسن يعني، ماشي. طب ليش بقسم أخذنا الأربعة؟ عشان هنا في عندي هنا 4 وعندي هنا 2، بضرب في الرقم الكبير، اوكي ليه؟ لو ضربت في 2 هيتبقى لي هنا تحت لسه 2 فهترخم معايا، اتنين فبضرب في 4 عشان الـ4 تروح مع الـ4، هنا لو اتبقى حاجة فوق مش مشكلة اضربها اوكي ماشي، يبقى اوكي 4 هنا راحت مع الـ4 دي، يبقى لي 5 اكس ناقص 3. ليه؟ لأن هنا 1، 4 على 4 في الـ1، 4 على 4 في الـ1، 1 لما اجي اضربه بقى في ده هيطلع زي ما هو ماشي. اوكي طيب هنا 2 و4، اقسم 2 على الـ2 في الـ1 و4 على الـ2 في الـ2، اتبقى معايا هنا 2، المفروض اضربها فين؟ في الحد ده، 2 في اكس ب2 اكس، 2 في 3 ب6، تمام كده؟ يعني الأربعة قسمناها على على الاثنين، اه فاللي تحت اتبقى أقسم واللي فوق أضرب. اللي اتبقى فوق اضربه ماشي، أوكي واللي لو في تحت حاجة تحت أقسمه. اه بتكون عملية قسم أوكي ماشي. يبقى 5 اكس ناقص 3 بتساوي 2 اكس زائد 6، طيب بعد كده رجعت بقى زي اللي فات، اجيب الاكس مع بعضه في مكان والرقم مع بعضه في مكان، 5 اكس اجيبها هنا بسالب 2 اكس، بودي الاكس الصغيرة ناحية الاكس الكبير، خليها موجب سالب 3، خليها موجب 3. ايوه تمام موجب 3، يبقى هنا 5 اكس ناقص 2 اكس، يبقى لي 3x. هنا 6 زائد 3،
برافو عليك. 5x ناقص 2x يبقى لي 3x بتساوي 6 زائد 3 9. اقسم هنا على 3 وهنا على 3 يبقى x بتساوي ده هيروح مع ده، و 9 على 3 بتساوي 3. ماشي. اوكي نيجي بقى المسألة زي كده، دي 2 مضروبة فيهم هما الاتنين، وده 3 مضروب فيها هما الاتنين. ما ينفعش اخد التلاتة ده من هنا واديه اقسم عليه او كده، لازم مادام في مجموع على حاجة تانية ما ينفعش اخدهم منها. لو مضروب ماشي، يعني لو ده مش موجود ينفع اخد الاتنين دي واديها ناحية ليه لانها مضروبة ينفع اقسم عليه، لكن مادام مجموع عليها حاجة تانية لا ما اقدرش. خلاص. طب بعمل ايه؟ بفك وبعد كده ابقى اودي الناحية التانية. بفك ازاي؟ اوزع 2 في اكس و2 في سالب 1، 2 في اكس ب2 اكس، 2 في سالب 1 بسالب 2. بعد كده موجب 3 في اكس موجب 3 اكس، 3 في موجب 1 ب3 تساوي كام؟ 19. 2 اكس زائد 3 اكس 5 اكس، ناقص 2 زائد 3 بزائد 1 تساوي كام؟ 19. خلاص كده. اوكي الحين اقسم. الحين اقسم اعمل ايه؟ في عندي موجب واحد وعندي خمسة، اتخلص من مين خمسة الاول؟ اخذها، ايه؟ اتخلص من الواحد اول، ايوه دي الناحية التانية بناقص واحد واحد يبقى خمسة والخمسة اكس اخذها. بتساوي 18. بعد كده أقسم هنا على 5 وهنا على 5، 5 تروح مع 5 يتبقى لي إكس بتساوي 18 على 5. 3.6، نعم 3.6 يطلع. ماشي، أو أسيبها زي ما هي 18 على 5. اوكي طيب دي معادلات الدرجة الأولى وشكلها يعني إيه سهل ومفهوم، خدنا الأنواع بتاعتها كلها تمام. اوكي معادلات الدرجة التانية، معادلات الدرجة التانية يعني أنا عندي إكس تربيع، ماشي الإكس تربيع ده لازم له طريقة معينة عايز أطلع قيمته، بعمل إيه؟ قال لي بيبقى عندي ليه كذا شكل، إيه هو الأشكال بتاعته؟ قال لي ممكن يكون فيه إكس تربيع وإكس ورقم وقول بتساوي صفر. خلاص. اوكي دي لازم اعمل تحليل الاقواس وقول بتساوي صفر، هنا مثلا يطلع اكس ناقص خمسة مثلا يعني، واكس زائد تلاتة بعد ما احلل واخد امتى يكونوا دول بصفر. قال لي في حالة واحدة بس، لازم يا ده بصفر يا ده اللي بصفر يا اما الاتنين بصفر. ماشي دي الحالة الوحيدة. فبعمل ايه؟ بفرض ان ده بصفر، اكس ناقص خمسة هو اللي بصفر، ومنه اودي السالب خمسة الناحية التانية يعني اكس بتساوي خمسة، او اكس زائد تلاتة بتساوي صفر، ومنه اودي ليه تلاتة الناحية التانية يعني اكس بسالب تلاتة. يبقى دي ليها حلين، يا اما اكس بخمسة يا اما اكس بسالب تلاتة. ده بعد ما اعمل ايه تحليل. دي اول طريقة، اوكي انا هجيب لي اكس تربيع واكس ورقم بيساوي صفر، يبقى هنا بيقول لي اعمل تحليل. طب لو هو قال لي اكس تربيع ورقم على طول كده بيسهلها لي، يقول لي اكس تربيع مثلا ناقص 9 بتساوي صفر، ما جابليش اكس، هنا مش محتاج احلل، مع ان انا ممكن احلل يعني ده مربع كامل، يبقى اكس ناقص 3 واكس زائد 3 اللي هي اكس في اكس و3 في 3. ماشي. بس بحلها بطريقة اسهل شوية، بودي السالب 9 ده فين؟ الناحية عند التانية في موجب الصفر 9، موجب 9. اكس تربيع بتساوي 9، واجيب الجذر التربيع ده عشان اشيل التربيع، والجذر التربيع ده عشان اشيل الايه التربيع، يبقى اكس بتساوي جذر التربيع لتسعة موجب او سالب 3. ماشي كده. ايوه طيب دي لو جابها لي كده بحلل، دي لو جابها لي كده بحلها على طول. خلاص. اوكي يعني الثانية زي المعادلة من الدرجة الأولى، بس أنا أحط الجذر، يعني أطلع الجذر. بالظبط كده، برافو عليك. اوكي طيب
المعادلات دي كلها زي الايه المعادلات اللي احنا واخدينها بتاعت الدرجة الأول، اكس 40 ناقص 49 يبقى اكس 40 بتساوي 49، 49 واخد الجذر يبقى 40 اكس بتساوي كام؟ موجب أو سالب، صح، منساش موجب أو سالب، دي الجذر التربيعي لازم موجب أو سالب. 4 إكس تربيع ناقص 36، أشيل ده الأول وأدي الناحية التانية، يبقى 4 إكس تربيع بتساوي 36، بعدين أقسم على 4 يبقى إكس تربيع بتساوي 9، أخد الجذر هنا والجذر هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إكس موجب أو سالب 3، ماشي؟ العميل يعني الموجب حتى هنا أقسم، نعم؟ يعني حتى هنا أقسم الأربعة. أيوة، ما في 4، أنا عايز الإكس أول حاجة بتخلص منها، لو في موجب أو سالب بتخلص منها، بعد كده لو مضروب أو مقسومة تخلص منها، بعد كده الجذر التربيعي، خلاص؟ 4 إكس تربيع على 4 تروح، صح؟ الأربعة بتروح مع الأربعة، عشان كده أنا اخترت يبقى إن أنا الإكس أقسم على تربيع 4، إيه؟ أوكي ماشي؟ بعدين اخد الجذر التربيع عشان التربيع تروح مع الجذر، كل واحدة اعمل ماشي، لها عملية عكسية، دي سالب خليها موجب. اوديها الناحية التانية موجب، او في طلبة بتعمل كده عشان يبقى فاهمها رياضيا اكتر، بيقول انا دايما بعمل عملية عكسية، مش هنا هي سالب 36 وما دي معادلة، انا بزود هنا خليها زائد 36 وبزود الناحية التانية زائد 36، موجب 36 مع سالب 36، وهنا موجب 36، يعني 4 إكس تربيع بتساوي 36. في طلبة بتعمل كده، يعني بتزود هنا حاجة وتزود هنا نفس الحاجة، مش زينا بننقل على طول، اللي بينقل على طول ده بيختصر شوية. ثانية واحدة أرد على التليفون بس. اوكي.